مرحبا بالجمهور الرجوي العاشق الخضراء داخل المغرب وخارج المغرب، أجمل تحية من قناة رجاء سبور ماروك لمتابعيها الكرام. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وكذا تفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. قبل الدخول في التفاصيل، إليكم متابعينا الكرام العناوين. الرجاء يفاجئ الجميع ويدخل بقوة في سوق الانتقالات. اللاعب بن حليب خارج أسوار النادي. انطلاق البطولة الوطنية للمحترفين إنوي يوم الجمعة. الرجاء يضيف 4 لاعبين جدد لقائمته الإفريقية. نبدأ أول أخبار قناة رجاء سبور ماروك بمفاجأة الرجاء للجميع، ويختتم سوق الانتقالات الشتوية بقوة ويرد الصفعة للغريم التقليدي، بحيث تمكن الرجاء البيضاوي من التوقيع في اللحظات الأخيرة من إقفال سوق انتقالات الشتوية لكل من مرابط وكذا عبد المنعم بطويل قادمين إليه من شباب محمدية، وبذلك يعزز الرجاء تركيبته البشرية ويصبح لديه أقوى بونتوش في البطولة المغربية. وفي ثاني مواضيعنا، كثر القيل والقال في موضوع اللاعب بن حليب، لا من الناحية الفنية ولا من ناحية عقلية اللاعب الصبيانية، فكلنا كنا ندافع عن اللاعب من منظور أنه ابن الفريق ويجب الصبر عليه حتى يصلح حاله وأيضا لظروفه الاجتماعية القاسية، إلا أن كثرة عثراته جعلت الجمهور يطالب بإبعاده عن الفريق، خاصة بعد مباراة سوبر الإفريقي ضد الأهلي المصري، والجميع يتذكر حركته الغريبة وهو ينظر إلى السماء وكأنه به مس شيطاني. لذلك ارتأى المكتب المسير للرجاء إنهاء ارتباطه باللاعب بعد انعقاد اللجنة التأديبية للفريق يوم 31 يناير 2022، حيث تم الاستماع إلى اللاعب بحضور محاميه وتم التطرق لجميع الأخطاء التي اقترفها ضد الفريق والمنصوص عليه في القانون الداخلي للنادي الموقع عليه من كل لاعبين، وتم تسليم محضر الاستماع إلى اللاعب بن حليب مرفوقا بقرار فسخ عقده، وبذلك يصبح اللاعب بن حليب خارج اللائحة الرسمية للفريق. ومن جهة أخرى، أعلنت العصبة الوطنية للبطولة الاحترافية إنوي أن مباريات القسم الأول ستنطلق يوم الجمعة 4 فبراير 2022، حيث سيواجه الرجاء البيضاوي يوسف برشيد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم السبت 5 فبراير على الساعة 8:30. وفي الأخير، رغم دخول الرجاء البيضاوي بقوة في سوق الانتقالات الشتوية بعد تعاقده مع 9 لاعبين، إلا أنه يحق له تسجيل 4 لاعبين فقط بينهم حارس مرمى، حيث أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحتم على الفرق تسجيل 40 لاعبا فقط، وبالتالي سيكون بإمكان الرجاء البيضاوي تسجيل حارس و3 لاعبين إلى قائمته الإفريقية.